زميلي عبد الإله وسارة، صباح الخيرات وصباح الخير لكل مشاهدي ومتابعي قناة الإخبارية. فعلا عبد الإله، افتتحت رسميا الدورة 40 من معرض جيتكس، المعرض الدولي الشهير الذي يضم كل ما يتعلق بآخر ابتكارات التكنولوجيا العالمية. طبعا تطبيقات كثيرة ستعرض اليوم هنا، آخر مبتكرات التكنولوجيا في الروبوتيك، في البلوك تشين، في الذكاء الاصطناعي، في كل ما يتعلق بإنترنت الأشياء. طبعا مشاركة واسعة كما قلت. إذن زميلي عبد الإله، تفوق 1200 شركة من 60 دولة وأكثر من 30 شركة جديدة تشارك هذه السنة، وشركة طبعا وأكثر من 150 شركة ناشئة أيضا ستشارك. الدورة استثنائية، هي أول دورة ضخمة تستضيفها دبي كدورة رسمية، طبعا تعود إلى هنا أرض المعارض في دبي، المركز الدولي التجاري للمعارض في دبي، بعد أكثر من 6 أو 7 أشهر من التوقف التام عن المعارض بسبب كوفيد-19. الجميل هنا زميلي عبد الإله هو طبعا الإجراءات الاحترازية الوقائية والطبية التي فرضها أو فرضتها اللجنة المنظمة لهذا المعرض وحكومة دبي من أجل ضمان سلامة كل المشاركين والزوار وحتى الأطقم الإعلامية التي ستغطي هذا الحدث. المملكة العربية السعودية تشارك من خلال الهيئة السعودية للبيانات كأول مشاركة سدية، طبعا كأول مشاركة لها. المعرض والجناح الخاص للمملكة افتتح منذ تقريبا 10 دقائق، افتتحه معالي المهندس عبد الله أربيعة وكيل وزارة الداخلية، وكان معه سفير خادم الحرمين الشريفين هنا في الإمارات تركي الدخيل، سعادة الدكتور تركي الدخيل. طبعا افتتاح شمل استعراض آخر ما تزخر به المملكة من تطبيقات أمنية، تطبيقات متعلقة بالحياة الاجتماعية، كيف تكافح المملكة من خلال وزارة الداخلية كل ما يتعلق بكوفيد، كيف نظمت المجتمع المدني، كيف نظمت الحياة المدنية في ظل الأزمة الصحية. طبعا جناح المملكة يستقطب سنويا كما عهدنا عبد الإله آلاف الزوار من خلال مشاركة ضخمة كانت تشمل المملكة في السنوات الماضية. طبعا مشاركات عديدة وكثيرة جدا للمملكة هنا في هذا المعرض العالمي. ألفنا طبعا مشاركة الوزارة الداخلية من خلال أجهزة أمنية كبيرة جدا تزيد عن 40 أو 45 جهاز، منها جوازات المملكة، المطارات، وغير ذلك من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية بشكل مباشر غير مباشر. التنظيم محكم هنا عبد الإله، فالكل يسعى إلى ضمان الجانب الصحي هنا، والكل يسعى إلى تحقيق ربما الخروج من هذا المعرض خلال 6 أيام بأقل ربما تكلفة صحية، والابتعاد ربما الاجتماعي لضمان صحة كل المشاركين هنا والمعارضين. حتى أن زميل عبد الإله أن عدد المشاركين وعدد الزوار حدد كي لا يتجاوز ربما الطاقة الاستيعابية لمركز دبي للمعارض، لذلك الدورة هذه ستكون ناجحة بفضل هذا التنظيم. المشاركات هنا طبعا عالمية كما قلت، تفوق 1200 شركة ستستعرض آخر مبتكرات التكنولوجيا من خلال التطبيقات الكثيرة التي تشمل باب الذكاء الاصطناعي الذي تركز عليه الشركات، الجيل الخامس من الانترنت، وايضا كل ما يتعلق بالبلوك تشين، وايضا الانترنت الاشياء، وغير ذلك من الامور الكثيره التي اعتدنا رؤيتها في هذا المعرض. يضاف الى ذلك ربما الروبوتيك وغير ذلك من الامور الكثيره زميلي عبد الاله.